أحب الرجال للرسول صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة، والسباق إلى أعمال الخير، والذي أصبح صائما وتبع الجنازة وأطعم المسكين وعاد المريض، والمتصدق بماله كله. ولما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أول من أسلم من الرجال، وثاني اثنين إذ هما في الغار، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، كان يشتري ضعفاء المسلمين ويعتقهم تخليصا لهم من تعذيب المشركين من قريش، وكان عددهم 7، وربما هو المقصود بقوله تعالى: وسيجنبها الأتقى، أول العشرة المبشرين بالجنة، الذي يدخل من أبواب الجنة كلها، وهو الملقب بالصديق لأنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وهو من أنابه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالمسلمين في أثناء مرضه، وأول خليفة للمسلمين، وهو الذي حارب المرتدين وجمع المسلمين على كلمة واحدة مرة أخرى بعدما ارتد كثير من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر بجمع القرآن الكريم ونشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية. توفي رضي الله عنه في السنة 13 من الهجرة، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.